أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية عمل بطاقة دعوة لحفل زفاف بطريقة بسيطة واحترافية بنفس الوقت. أهلا بكم من جديد. أولا لابد أن نغير مقاس التصميم من خلال تخطيط، ومن ثم الحجم، ومن ثم أحجام الورق الإضافية. طبعا راح يكون الارتفاع 20 والعرض راح يكون 26. الآن راح نضيف الخلفية الخاصة بالبطاقة من خلال إدراج صورة. الآن كليك أيمن على الصورة التفاف النص وراح تكون خلف النص بهذه الطريقة. طبعا جيد. الآن من خلال إدراج وأشكال راح نضيف شكل. هذا الشكل راح يكون باللون الأبيض من تنسيق، راح يكون لون التعبئة أبيض، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي بهذا الشكل طبعا وبهذه الطريقة. الآن راح نضيف الزخرفة الخاصة بالصورة من إدراج صورة. الآن من التفاف النص راح تكون أمام النص طبعا بهذه الطريقة. جيد. فقط يحتاج نضيف الشريط الفاصل ما بين الخلفية والشكل الأبيض من خلال إدراج صورة. طبعا هذا هو الشريط. أيضا التفاف النص راح يكون أمام النص بهذا الشكل طبعا. راح نكبر. الآن راح نضغط كليك أيمن وطبعا إرسال إلى الخلف. الآن راح نضيف شكل دائرة هذا الشكل طبعا. هذه الدائرة لابد أن تكون بداخل الزخرفة بحيث لا تتجاوز الإطار الخاص بالزخرفة. بهذا الشكل. وطبعا راح نملأها بصورة، صورة العريس من تعبئة الشكل صورة. طبعا هذه هي الصورة بهذا الشكل. إذا لاحظ أن الصورة مضغوطة بشكل كبير طبعا من تنسيق الثانية واقتصاص اختار احتواء. جيد. الآن راح نضغط على الزخرفة وطبعا راح نختار احضار الى المقدمة او الى الامام. جيد. الآن راح نضيف النصوص الخاصة ببطاقة الدعوة. طبعا راح نضيف شكل بهذه الطريقة طبعا، وراح يكون بلون تعبئة، وليكن هذا اللون. وطبعا من إدراج أو بشكل مباشر نكتب دعوة. طبعا من إدراج مربع نص، رسم مربع نص. ممكن نكبر الحجم. إذا لاحظ أنه أصبح عندنا بطاقة دعوة احترافية وجميلة وبسيطة بنفس الوقت.